السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شرح حدث. احتج عدد من المهندسين المشاركين في مسابقة اكتتاب 433 مهندسا وفنيا لصالح 11 قطاعا وزاريا اليوم أمام الوزارة الأولى، وذلك رفضا لما اعتبروه تزويرا للمسابقات وللتلاعب بنتائجها. وأكد المحتجون خلال وقفة بنوكشوط على ضرورة فتح تحقيق شامل وشفاف في كل مراحل المسابقة وإعادة النظر وبكل جدية في كل التظلمات من أجل وجود حلول عادلة لها وإنصاف أصحابها. حول هذا الموضوع سنناقش المهندس محمد عينينا والأحمد عضو اللجنة الإعلامية للمهندسين. أهلا بك محمد عينينا، أولا بالتحديد ما هي المشكلة التي وقفتم من أجلها اليوم أمام الوزارة الأولى؟ شكرا لكم لقناة الساحل، شكرا لكم على إتاحة هذه الفسحة الإعلامية المهمة جدا. بالنسبة لنا كمهندسين احتاج من خلال بعد النتائج الأخيرة التي ظهرت كنا نؤمل أمالا كبيرة وعريضة، ولسنا وحدنا، كل الموريتانيين كانوا يؤملون أمالا كبيرة على المسابقات التي أعلن عنها في الشهر السابع، حيث أعلن أن عدة وزارات ستنظم مسابقة لاكتتاب 433 مهندس وفني. كانت هذه المسابقات لم تكن يعني الطريقة التي نظمت بها من التنظيم إلى إعلان النتائج لم تكن طريقة شفافة. ما دليلكم على هذا؟ أنتم تتهمون اللجان موجودة وقائمة؟ الأدلة واضحة وبينة واللجان اعترفت بها، ظهور أسماء لم تكن في المؤهلة للامتحان الكتابي ظهرت في النتائج النهائية. لا سنتي لهذا، حدد لنا بالتحديد اليوم سبب وقوفكم وشو؟ اليوم سبب وقوفنا هو نريد تحقيق جدي كامل وشامل لجميع الخروقات التي لوحظت أثناء تنظيم المسابقات الأخيرة. وهل التحقيق في هذه الخروقات يلغي المسابقة؟ نحن الآن فيها فائزون. نعم شوف، للأسف وهذه نقطة مهمة وأريد أن أنبه لها الجميع، نحن أي مهندس نجح بارك الله له في نجاحه، هذا مبدأ، ونحن في طابور، البطالة المهندسين الفنيين في طابور، مهما نقص عدد المشاركين في هذا الطابور هذا شيء مهم جدا وشيء إيجابي جدا. لا نحتج على أن فلان نجح وأن فلان نجح، هذه لا نحتج عليها، نريد كل المشاركين أن ينجحوا، لكن نحن نحتج عليه هو الخروقات والتي ضد الشفافية وضد المعايير التي يجب أن تنظم بها المسابقات. هذا فيما يعني شكل المسابقات، هل لديكم مشاكل مع المواد التي يمتحكم فيها؟ شوف، بالنسبة للتخصصات النتائج أظهرت النتائج فيه تخصصات لم ينجح منها أحد. لا، المواد التي امتحنت فيها. المواد التي امتحنت فيها كانت مواد قال اعترف رئيس لجنة التحكيم بأنه بذل جهدا كبيرا في إيجاد أو في جمع أساتذة من أجل طرح المواضيع، لكن هذا غريب. أنت تقول بأنك طرحت جمعت الكثير من الأساتذة، يقول بالحرف الواحد، واحدين منهم جاءوا من البادية، واحدين جئتهم من السنغال، واحدين جئتهم من كذا، ده تخبط. لماذا تحشر اللجنة نفسها في زاوية هي في أصلا في غنى عنها؟ لماذا لا تأخذ الوقت الكافي؟ تسابق الزمن. لكن لماذا لا تأخذ الوقت الكافي في كل مسابقة؟ يجب في للجنة على لجنة التحكيم على لجنة المسابقات أن تأخذ نفسها والوقت الكافي. ليس معنا أحد من اللجنة حتى يجيبك على المسائل الفنية. ظهر أحدهم وأجاب على هذه المسائل. نحن الآن نريد أن نعرف اليوم مشكلتكم، تحدث لنا عنها. مشكلتنا أنتم اليوم نظمتم موقف أمام الوزارة الأولى، هل تقيتم أحد من الوزارة الأولى؟ نظمنا وقفة أمام الوزارة الأولى ونظمنا قبلها لكم. هذه الوقفة الثانية نظمنا ثانية. نعم نظمنا قبلها وقفة أمام لجنة المسابقات واستدعانا رئيس لجنة المسابقات، وكان معه رئيس لجنة التحكيم ومدير المسابقات مدير الوظيفة العمومية، وشرحنا لهم جميع النقاط التي نريد، مطالبنا تحقيق كامل وشامل في نتائج المسابقات وفتح باب التظلم أمام الجميع. هناك تظلمات لم تسجل، هناك تظلمات رفضت، هناك تظلمات أيضا في نفس الوقت هناك تظلمات قبلت في وقت قياسي تم التحقيق فيها. تم التحقيق فيها وتم إنجاح الذين فتحوا أو طرحوا تظلمات ربما، وهذا يفتح
نعم هذا من دون أن يشاركوا في الامتحان الشفهي. كم كان عدد المشاركين في الامتحان؟ حوالي بالنسبة للمهندسين حوالي 2200. كم نجح؟ 400. لا هناك مقعد، السؤال مهم جدا، هناك أكثر من 60 مقعد فارغ باعتراف لجنة المسابقات بأنها كانت تريد أي حوالي 13% من المقاعد التي كانت المقاعد لم يتأهل لها أحد. التي لم يتأهل لها أحد أصلا امتحانة تمت المشاركة فيه. هاي 60 شاركت في الامتحان الكل لم ينجح لها. هذا عادي، هذا يحدث في كل المسابقات. هذا حتى الآن ليس مشكلة، هذا ليس طبيعي، حتى الآن ليست مشكلة، ليس طبيعي. فرقات مقاعد فارغة هذا يحدث في كل المسابقات. المشكلة بالتحديد أنتم قلتم أن في مشاكل جوهرية داخل العملية، عملية المسابقة، تنظيم المسابقات لم يكن، المسابقات الأسئلة في كثير من التخصصات لم تكن متلائمة مع التخصصات، مثلا الهندسة الجيولوجية، المهندسين الجيولوجيين طرحوا عليهم سؤال في جيوشيمي فرع آخر أو مادة أخرى، مهندسين الغابات أيضا واجهوا نفس المشكلة، مهندسي الهندسة المدنية أيضا واجهوا نفس المشكلة. لماذا سكتوا على هذا؟ واحتجوا في نفس اليوم وخرجوا عن المادة الأولى وطرحت لهم مادة ثانية وكانت مادة بسيطة جدا، لكن بقدرة قدير ظهر الكثير من الخروقات بعد ذلك. قلت لي قبل قليل أنكم التقيتم رئيس اللجنة ورئيس لجنة التحكيم. ماذا دار بالتحديد وبماذا وعدوكم؟ فطرحنا عليهم 4 مطالب بسيطة جدا، هي تخدمهم أكثر مما تخدمنا، تخدم الدولة أكثر مما تخدمنا. نحن في النهاية تحركنا أو حراكنا نريد من خلاله من الدولة أن هو في صالح الدولة، لأننا نريد اكتتاب كفاءات، ونريد أن تبتعد لجنة المسابقات عن شيء اسمه الزبونية، شيء اسمه الواسطة، شيء اسمه المحسوبية، أن تكون شفافة ونزيهة وأن تحترم العدالة في الولوج إلى الوظيفة العمومية. لكن الآلية لهذا، اللجنة وضعت معايير، أنتم دخلتم على المعايير وشاركتم الامتحان، كان منكم الناجح ومنكم من حظوا وسعد في المسابقات القادمة. شوف على أي شيء تعترضون؟ نعم نحن لا نعترض على النتائج، نحن نعترض على الخروقات التي سبقت النتائج والتي أيضا تلت النتائج. خروقات تخصصات، أسئلة ليست في صميم التخصص. هذه وعدها، قلت لي قبل قليل معادها لأصحابي. نعم ليست في صميم التخصص. هناك أيضا التظلمات، الكثير من الناس أو البعض نجح. ثانيا اللجنة اعترفت بأن فيها أوراق ضاعت، ورقة مثلا أحد المترشحين صعد إلى الامتحان النهائي دون أن يصعد. هناك فيه تراتبية، فيه أولا عندما ينتهي الامتحان تعلن اللجنة أسماء الناجحين المؤهلين للامتحان للامتحان الشهري الذين تجاوزوا معدل 10 فما فوق. هؤلاء مسموح لهم بالمشاركة في الشفهي، الشفهي على الأقل مقابلة شفهية، أي تحدد الشخص هل هو طبيعي، إذا كان طبيعيا ينجح. لكن هم لديهم مسألة أخرى هي الترتيب الأبجدي، يعني يخرجون أولا الترتيب الأبجدي بعد ذلك يخرجون الترتيب الاستحقاقي. لماذا لا تخرج الترتيب الاستحقاقي أولا؟ لأن نتيجة الشفهي نتيجة ثانوية. لماذا؟ هذا يضع ما المشكلة في هذا؟ المشكلة في هذا نفترض هو أن لديك مجال ومعروف عن الشفهي أنه ضرب واحد. نعم هذه النقطة السابقة. نعم معناها الواحد كان معدله راقب وجبار 10 في الشفهي قد ما يطيح حولعت المعدلات المعاطية. نعم شوف ما علاقتها بالترتيب الأبجدي؟ علاقتها بالترتيب الأبجدي لأنكم أشبه الصقاع لياك تحافظوا على النزاهة ولياك تنعتوا أنكم نزيهين، تم رتبونا أعطونا نتائجنا، النتائج المؤهلة تعلن النتائج الكتابي. نعم لياك ما نشكوا عاقب هذا بلي ياسر من الناس اطلع وياسر من الناس مستواهم مهم ومستواهم يعرفهم على انه مستواهم على انه عالي جدا وطلع النتائج في الامتحانات. محال تعرفوا مع اللي جبرته في الكتاب اللي جبرته في الشفهي؟ لا احد يمكن ان يعرف نتيجته، ولا احد ايضا يمكن ان يعرف هل ورقته ضلت، هل ورقته ضاعت ام لا. ما فينا حد اليوم يعرف كان ورقته ضاعت ولا. نعود الى اللقاء الهم في الموضوع ولقائكم مع رئيس اللجنه، بما تعهد لكم
رئيس اللجنة تعهد بأنه سينظر في مجموعة من المطالب وليست هي أهم المطالب، سينظر في قضية رئيس اللجنة ولجنة التحكيم. المشكلة رئيس اللجنة. على لجنة التحكيم. رئيس اللجنة كان معه الاجتماع. مشكلتكم على لجنة التحكيم، عن المشكلة في التحكيم. نعم المشكلة في التحكيم، لكن التحكيم يصب في اللجنة. اللجنة هي من عينت، هي من نصبت لجان التحكيم. لكن لا تباشر بالتحديد. هي المفروض أنها تباشر. هي حكم بينكم أنتم على لجنة التحكيم. في النهاية هي يجب أن تباشر، هي المسؤولة. نحن لا نعرف لجنة التحكيم، نحن نعرف لجنة المسابقات. وعرنا لنا أن لجنة المسابقات ستنظم مسابقة لاختيار كذا أو لاكتتاب كذا. نحن لا نعرف لجنة التحكيم. الكلام بيننا. لكن أنتم شاركتم في المسابقة. كان فيها ما فيها يوم الامتحان مواد كانت خارج التخصصات. سكتتم من فترة الامتحان حتى فترة خروج النتائج. لم نسمع. هاي هو المشكلة. لو نجحتم كلكم ما كان فيه كلام. لا لا لا. هي مسابقة ليست امتحان. لا بد أن يبقى لنا أشخاص. لا يمكن أن تنجح كل شيء. شوف. خاصة المقاعد محدودة. نعم. شوف أؤكد على المبدأ الأول لنا أن كل من نجح بارك الله له في النجاح. ما في مشكلة. ما في أي مشكلة. نعم. ما في مشكلة. كل ناجح لكن نحن نناقش. نحن نقول. قضية عندكم اليوم وقفتم أمام وزارة الإعلام من أجل إطلاع رأي العام. نحن وقفنا نريد فتح تحقيق شامل بمجموعة من الخروقات حدثت. مجموعة من الخروقات للأسف الشديد عادت المسابقات إلى مربع بعيد جدا، مربع مأسوف له من عدم الشفافية، من عدم المساواة، من عدم العدالة، حتى في التخبط في التنظيم، التخبط في المشاركة. هذا ما أثر على المسابقة بشكل عام. هذا ما أثر على المسابقة بشكل عام. مسابقة لم تكن سليمة. ماذا عن الأرقام قلت منها ظهرت لم تكن في ظهرت في الشفهي، لم تكن في الكتابة، وأخرى ظهرت في تخصصات أخرى. ماذا عن هذه؟ شوف الأرقام. فيه أحد المترشحين في سيفتي اللي هو الهندسة الصناعية، السلامة الصناعية. السلامة الصناعية. نعم. وكان فيه أحد المترشحين المهندسين الزملاء كان مترشح في تخصص إلكتروميكانيك في وزارة المياه. هذا الرجل بقدرة قدير رفض من وزارة المياه، لكنه لم يظهر اسمه في قائمة الذين يسمح لهم بالترشح لوزارة النفط والطاقة السلامة الصناعية. بعد ذلك جاء ظهر اسمه في لائحة الناجحين المؤهلين للامتحان الشفهي. هو شارك في الامتحان هناك. هو شارك في الامتحان هناك. لكن هذا المشكلة في هذا. لكن هذا يطرح سؤال. أنتم الرجل قدم لتخصص. لماذا في الأوراق؟ تكون خارجة عن إرادته. لماذا يحوله؟ هو طالب التحويل؟ من يدري؟ لماذا لا تفتحوا المجال لتحويل الجميع؟ مثلا لدينا أمور، لدينا أشخاص كثير. والتحويل مسموح به؟ التحويل يجب أن يفتح له أجل قانوني. مشكلتكم أن التحويل لم تفتح له أجل قانوني. لا لم تفتح له أجل قانوني. هذا الحق إذا كان لديه هذا الحق فإن الآخرين لم يفسح لهم المجال في هذا الحق. هذا ليس هذا ظلم؟ وطرحتهم على هذا طرحناه على لجنة على رئيس لجنة المسابقات. كانوا يتخبطون للأسف الشديد، لم يكونوا في المستوى الذي نريده أو نطلبه منهم أو الذي يطلبه منهم الرأي العام. قضيتنا أصبحت قضية رأي عام تفاعل معها الجميع، وهي قضية لا تمس حقيقة تمس الوطن في الصميم. والآن ما مستقبل حراكم شنو؟ شو مستقبل الحراك؟ هذا الحراك سيستمر. يعني حراك من أجل المساواة، من أجل أن تكون لجنة المسابقات أن تحترم القانون في تنظيم المسابقات في مسابقات الوظيفة العمومية، وسيستمر إلى آخر حتى تتحقق جميع المطالب، وسيكون صرح، سيكون بداية لبنة جديدة للذين سيشاركون في الامتحانات القادمة. هل لديكم رابطة المهندسين هنا في موريتانيا؟ فيه عندكم عدد تقريبا للمهندسين، لأنهم هذه تخصصات علمية والآن يتحججون في قضية البطالة بأن تخصصات جلد أدبية وقالوا بالتالي لا سوق العمل لا يحتاجها، وأنتم مهندسون وأنتم عاطلون عن العمل وتكافحون من أجل نجاح في المسابقات. نعم صحيح. هناك روابط للمهندسين حوالي كل تخصص. لديكم على تقريبا عدد المهندسين والتخصصات؟ كثير. حوالي أكثر من 4000. خريجين من موريتانيا؟ لا خريجين من موريتانيا، من دول الجوار، من المغرب، من السنغال، من الجزائر، من الدول الجوار الأخرى. كيف كان التعامل اليوم مع وقودكم على الوزارة الأولى؟
تعامل وقفته وردت من الوقفة. نعم نظمنا وقفة، كانت وقفة مميزة، كانت وقفة تنم عن المسؤولية. لم تلتقوا بأحد من الوزارة؟ لم نلتقي بأحد من الوزارة، أرسلنا لهم رسائل لكن للأسف لم نلتقي بأحد منهم. والطرق القانونية، هل توجد لديكم سبل قانونية ستسلكونها من أجل إحقاق؟ لدينا نعم لدينا طرق قانونية. هل أخذتم هذه الطريق؟ لا، لدينا طرق قانونية والآن في هذه الطرق القانونية، نحن الآن في الطرق القانونية. سترفعون قضية على اللجنة؟ سنرفع قضية على اللجنة، لكن اللجنة رئيسها قلت لي انه قال لكم انه تعهدكم مع انه لا يحقق يجري معكم تحقيق، لكن ما تجنحون الى السلم تتحرروا. نحن نجنح دائما الى السلم، لكن تحرروا الناس اللي كانوا يعدوا معكم شيء. نعم نحن نجنح دائما الى السلم. ثم الان مطالبكم شنو؟ مطالبنا بسيطة جدا، الغاء المسابقة عادلة جدا. لا نطالب بالغاء المسابقة، نحن نطالب في البداية بفتح تحقيق شامل وكامل. نتائج هذا التحقيق سيترتب، ما سيترتب عنها يطبق. وهنا افتح قوس واقول نريد ان نشرك في لجان التحقيق، ان يكون لنا طابع في لجان التحقيق، لاننا لاحظنا الكثير من الخروقات، الكثير والكثير جدا يعجز الوقف عن سردها. لكن لا تعتقدون هذه مطالب تعجيزيه؟ طلبها المهندسون، سيطلبها الاساتذه، سيطلبها المعلمون، سيطلبها الاطباء، كل سيتقدم بطلباته. لماذا نتهرب؟ لماذا نتهرب من الشفافيه؟ شبه طلبات تعجيزيه. لا، لماذا نتهرب من الشفافيه؟ لا، انا ياسر مجرد اشاره النقاط. لديكم الحق في نجي اداره النقاط حتى سليم تطلعوا الراي العام على ما سليم سليم. نحن اي انسان لديه تظلم يجب ان يطرحه امام لجنه المسابقات، وهذا بند في لجنه المسابقات بانها تستقبل تظلمات وتعالج هذه التظلمات. هل لديهم اجال في استقبال التظلمات؟ لديهم اجال. ما زال الاجال مفتوحه؟ لا تزال مفتوحه. اذا انتم عليكم ان تنتظروا حتى تغلق الاجال ويتم رفض تظلماتكم. في تظلمات رفضت، عولجت. عولجت عولجت في اقل من 72 ساعه، وهي التي اثارت البلبله. لماذا؟ هذا هو السؤال المطرح، لماذا؟ لان نتيجه بعد اللي حاسمش. لماذا؟ نعم، نتيجه الزبونيه باختصار. الواسطة. نعم، نتيجة الواسطة. وهذا اللي طرحوا تظلماتهم وعولجت تظلماتهم ونجحوا. نجحوا في الكتابة نجحوا في هناك. المشكلة، بداية المشكلة هو أن اللجنة اعترفت على نفسها. لم يكن أحد يتوقع أن لجنة كبيرة بحجم اللجنة المستقلة للمسابقات ستعترف على نفسها. اعترفت على نفسها، يعني أخرجت لائحة واخذت لائحة فيها ناجحين نهائيين دون أن يتأهلوا للامتحان الكتاب. طرح الكتابي. دون أن أصلا ما كانوا لائحة الناجحين في الكتاب، أصلا لم يكونوا مؤهلين للنجاح. وظهر تظلمات. نعم، ظهر رئيس لجنة، اسمح لي شوي، ظهر رئيس لجنة التحكيم في أحد القنوات وقال نحن ارتكبنا خطأ قاتل ومع هذا لا يزالون أحياء. لماذا؟ قال بأنهم قال بأن نحن اعترفنا، نحن قال ارتكبنا خطأ قاتل. نحن ما نفرض عليهم بلي ما معنا حد منهم قد جابكم على هذا. ندور نعرف الناس اللي طرح التظلمات، اللي قلت نعرف طرح التظلمات وصعد ونشحت ما خاف على الشفيه. نعم، ها قول دور انتم نفس الشيء، يفتح لكم كامل الناس تحضر فيه كامل. اي تظلم طرح يجب ان يعالج وان يحقق فيه. هناك فنيين مثلا في توبوغرافي كانوا دوروا منهم واحدين، وهذا نجح في الامتحان الكتابي ونجح في الامتحان الشفهي. بعد الامتحان الشفهي، الامتحان الشفهي يلا لين يجي يا رجال يجيب وصول الشهادات. كانوا كاتبين الاعلان الاول انهم يدوروا دق باك اللي هي سنه ثانيه، باك اللي هي سنه ثانيه، لكن طرحوا بهذو الناس دق اللي هي سيرتيفيكات اللي هي ورقه شهاده، لكن قالوا لهم احضروا اصول الشهادات. المعروف بأن النظام الجديد الأمدي ما فيه دك، ما فيه شهادة دك، رفضوا. أو لا، أيضا ما هي مشكلتهم؟ أنتم قلتم نريد نجحوا في الكتاب ونجحوا في الشغل ورفضوا بسبب إفادة، وثم نجحوا رفضوا بسبب إفادة، بسبب إفادة. والمعروف أن الإفادة هذا من المهندسين اليوم معكم، هذا فنية. نعم، معنا الفنية. نعم، نفس تقريبا المشكلة، أنتم مكانكم عدتوا في نفس. نعم، في نفس القالب. مثال أخرى من هذه المشاهد، هذا كان هذا طلبت منهم إفادة، ولأنهم لا توجد إفادة في الأصل،
نجاحهم ملغي. نجاحهم ملغي. هناك ايضا المهندسين المياه والغابات، هؤلاء ايضا، وهذا يقودنا الى سؤال هو حول المقاعد الفارغه. هذا ما نجح منهم حد. هذا نجح منهم في تخصص بيولوجي، ما نجح منه حد. كانوا دوروا خمس مهندسين. انت واحد منهم. اللي انا واحد منهم. وكانوا دوروا كم؟ دوروا خمسه. كانوا دوروا خمس مهندسين. كم شارك؟ ايش كم شارك؟ شاركت فيهم 36. 36. 36. ولكن لم يظهر اسم اي انسان منهم. ما ظهروا. طالب تبعات التصحيح. طالبنا بيع. طالبنا. هذا كان الحق موجود عندي في حتى البكالوريا كان الحق موجود. لا طالبنا بيع التصحيح، لكن رئيس اللجنه للاسف الشديد قال بانه لن يسمح باعاده التصحيح لان هذا سيفتح المجال امام الاخرين. لكن اللجنه الجديده ما نعرف وضعيتها شيء، هذا موجود فيها اصلا؟ هذا البند موجود فيها؟ كان اصلا موجود. هو اصلا موجود، كل مسابقه فيها بند على انه تطالب باعاده التحقيق. طالبتم به؟ نحن طالبنا باعاده التحقيق لكنهم يرفضون اعاده التحقيق. وهو فيه ايضا تخصصات اخرى، تخصص المياه والغابات، هذا تخصص كان يدور منه 15 رجال. هذه ال 15 طلعوا في اللائحه المؤهله لانها تجري الامتحان الكتابي الا سبعه. وكان يدور عدد المقاعد 15، كان يدور سبعه ثم يرفضوا 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 لين خلوا الا سبعه. هذه السبعه يشحنوا منهم الاربعه. وبقيت 11 مقاعد نزلت مطروحه. هاي ما تأهل لحد، هاي اللجنة عندها فيها الحق. هي طارحة معدلات وطارحة امتحان، حد ما توافق ما نجح في الامتحان ولا طلع بالمعدل عادي تم رفضه عادي، ما في مشكلة. من يدري؟ يمين مكلفة بعدها تجيب 15 رجاج الوظيفة العليا للدور. من يدري؟ من يضمن؟ هذا داخل في التحقيقات، هاي كله داخل في الطلبات. نحن داخلين، هذا داخل في التحقيق. من يدري ان هؤلاء انهم رفضوا انهم ضاعت اوراقهم؟ ندرى سيرتكم بالمسابقات الاخرى كان خلق فيها نفس تقريبا الشيء. لا 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 لم يحدث فيها هذا النوع من المسابقات، هذا وحده كاشف عن وجودهم حقيقه، وهذا هو ما جعلنا نطالب. لما يسهل المهندسون بالتحديد هو التخصص اللي يعود اكثر الطلب عليه به، اللي هو التخصص اللي يقولوا معنه اكثر التشغيل فيه وراعي له مشاكين المشاركين فيه. هذه ارقام دقت المسابقه الاخيره، دقت ناقص الخطر بين نسبه البطاله نسبه كبيره وكبيره جدا. كانوا يتحججون 2100 كانوا يتحججون بان البطاله فقط في التخصصات الادبيه، لكن البطاله في جميع التخصصات. في جميع التخصصات. في جميع التخصصات موجود. انتم ضركاتي تريك داكم لا الوقفات لا تعد الوقفات. نحن سننظم وقفات. والمسار القانوني قلت لكم انتهى سنته. المسار القانوني حكم سنتر. سنتر سابق تنتهي المهله اللي معطيه للجنه. اللي معطيه للتظلمات. واذا بسم ايش كيفو؟ شوف التظلمات اللجنه لم تبدا في التعاطي مع التظلمات الا بعد هذا الحراك. كانت كل حد يجي ويطرح تظلم ويقول انا يا اخوتي الله نجح، وانا يا اخوتي انا طاقتي مع اركانها وصحت، وانا كذا، يقولوا له لا يعني الابواب منصدم. لكن بعد هذا الحراك وبعد تعاطف المدونين وتعاطف الصحافه وتعاطف الراي العام بصفه عامه، بدات اللجنه تغير في انفتاحها معنا. الحقوق اصبحت تنتظر التعاطف. لا لا لكن ليست كافيه. لا الحقوق اصبحت تنتظر الكشف. الكشف لا بد اليوم من كشف الحقوق، كشف الانتهاكات، كشف الفضائح، كشف الألاعب، ثم يأتي تحقيق. هذه مشكلة. إذا ظرك حالا قدامكم لا المسار القانوني المفاوضات مع اللجنة؟ لا المفاوضات لا تزال مفتوحة. ثم شكلتوا لجان لهذا الشكل؟ لجان داخلية؟ لدينا لجان داخلية. لدينا لجان داخلية. لدينا لجان للإعلام، لدينا لجان للتنظيم، لدينا عدة لجان. من أجل إحقاق قضيتكم على اللجنة. من أجل إحقاق الحق. إذا شكرا لكم محمد عينين أول أحمد مهندس بيولوجي، كنت مشارك في هذه المسابقة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.